بالصلاة على محمد وآل محمد بالشاعر أحسين الخالدي. رحبوا معي بالمتألق شعرا الشاعر ستار الدليمي. رحبوا معي بالشاعر جواد الخطيب. الآن كلمة ترحيبية يلقيها الدكتور حسام علي العبيدي رئيس قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة والسيدات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكفيل، المحترمون والمحترمات، والسادة والسيدات من قسم الإرشاد المحترمون والمحترمات، ضيوفنا الأفاضل من الشعراء، نرحب بكم أجمل ترحيب. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. وباسمكم وباسم كوادر الإرشاد، الملاكات الإرشادية وملاكات التدريسية في الجامعة، أكرر ترحيبي بالضيوف الكرام أعضاء لجنة التحكيم من الشعراء. إنها لفرصة طيبة لكم أبنائي وبناتي أصحاب المواهب. دأبت جامعة الكفيل باستمرار عن طريق قسم الإرشاد وقسم النشاطات وشعبة النشاطات الطلابية لاحتضان جميع المواهب في مختلف المجالات، في الرياضة والثقافة والفنون، والفنون التشكيلية والرسم والتمثيل، ومنها الشعر، الشعر في الفصيح والشعر الشعبي. حتى أنه قيل قد يكون في الأوساط الجامعية رسميا لا يمكن أن يكون مجال للشعر الشعبي، لكن بإصرار الجامعة وقسم الإرشاد تحديدا على احتضان جميع المواهب ليأخذ أبنائنا وبناتنا مجالهم في تفجير طاقاتهم، حرصنا على إقامة هذه المسابقة، وأأمل من أبنائي وبناتي أصحاب هذه الموهبة في كتابة الشعر الإفادة التامة من الأساتذة، الضيوف، أعضاء لجنة التحكيم في ملاحظاتهم التي ستسهم بالتأكيد في صقل مواهبكم. فأتمنى لكم حقيقة في هذا العام الدراسي وفي كل حياتكم إن شاء الله أن تسقل هذه الموهبة وتكون في خدمة الإنسان والإنسانية قبل أي شيء آخر. وأتمنى لكم أيضا مستقبل زاهر بتخصصاتكم العلمية مضافا إلى مواهبكم في الشعر. يمكن من نافلة القول أو غني عن القول خصوصا للحضور من الشعراء المساهمين، ونتطفل على مسامع الضيوف الكرام وخصوصا من زملائكم وزميلاتكم الراغبين والراغبات في سماع شعركم. التعبير، تعبير الإنسان عما يجول في خاطره وسائل وأدوات عدة، منها الكلمة، والكلمة تارة تكون بمقال، ومنها تكون بصيغ وأساليب متعددة، الصورة الشعرية على شكل خطابة، على شكل أشكال متعددة. أما الصورة الشعرية والشعر كان مدار اهتمام الإنسان منذ القدم، فتجد أقدم الحضارات الإنسانية البشرية تهتم بالشعر لما له من خصوصية في تحريك الوجدان عند الجماهير، لأن الصورة الشعرية حقيقة صورة تهتم بلاغيا في إيجاد وسيلة للتعبير بشكل مختصر وواضح ربما، ويثير الآخرين ويشد انتباههم إلى مدى ما يجول في مشاعر ذلك الإنسان الذي يريد أن يعبر عن أهداف بالتأكيد سامية ونبيلة. كلما كان الشعر له أهداف في إيصال رسالة
بالتالي ستكون صوره البلاغية الشعرية هي الأرقى وأسمى وأسرع في إيصال الرسالة. لا أطيل عليكم، أتمنى لكم وقتا سعيدا في هذه المسابقة وحظا أيضا سعيدا للمتسابقين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا نرحب بالرادود الحسيني مصطفى سماري. يعتذر الدكتور يحيى السلطاني عميد كلية التقنيات الطبية والصحية عن الحضور بسبب وعكة صحية، نتمنى له الشفاء العاجل. أم البنين تخاطب العباس تقول له باوع على حسين ومنه اشبع شوف، بغير حسين عينك لا تراويها، وسل سيفك ألف يا الخزرتك ألفين، أنا موصيتك السبعين تقضيها. ليلتق المنصة منصة لجنة التحكيم الشاعر جواد الخطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة أعضاء الهيئة التدريسية، أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، أو بالأحرى المنظمة لاختيار الأجمل من هذا الكم الهائل من الجمال، شكرا لكم لثقتكم العالية بنا. الأخوة المتسابقين أو المشاركين في مسابقة الجمال، شكرا لثقتكم بنا. إن شاء الله نكون أهلا لهذه الثقة، تعاملنا مع نصوصكم بكل قدسية واحترام ومهنية، قصائدكم جميلة جدا، تعاملنا معها ورأينا صدق المشاعر وحسن العبارات، شكرا لكم لهذه الثقة. من المتعارف أن الجميع كل شاعر يشترك في مسابقة يتوقع أن يفوز الأول، وهذا شيء من حقه طبعا. بصراحة احنا كنا أمام مسؤولية كبيرة، لأنه النصوص جميلة جدا واختيار الأجمل صعب علينا، ولكنه وأيضا الفائز في هذه المسابقة ليس هو الشاعر الأوحد، ولكنه اختار القصيدة في الوقت المناسب، القصيدة الجميلة اللي ممكن أن تشترك بالمسابقة. وإلا كل قصائدكم جميلة وموفقين إن شاء الله، وإحنا فرحين بهذه الإمكانيات العالية، لأنه الثقافة والشعر والشعبي أيضا هو وجه من أوجه الثقافة العراقية، والثقافة وجه مهم مشرق في أوجه البلدان جميعا. شكرا لكم. اشهد يا فخر، انا ابن هاي القاع، انا ابن العراق المانفت صبره، انا ابن الصبر على المره، وقت الضيج ما هم الزمان بضيجته ومره. احنا اهل الفراضه اللي بيها حكمه وباس، احنا اهل الفراضه اللي بيها حكمه وباس، احنا اللي علقينا الفاس بالشجره، احنا اهل المضايف لو الفان الضيف عندنا المرحبا ما تظل منتظره. احنا اهل المضايف لو الفان الضيف عندنا المرحبا ما تظل منتظره. احنا طيور شلوى وما نذل ما نذل ونطيح، احنا طيور شلوى وما نذل ونطيح، والصياد يخسه وينقلب امره، كل من راد بينا الضيم يلقى الضيم، كل من راد بينا الضيم يلقى الضيم، وفوق الضيم نصنع له ألف حسرة. يشهد على الفعايل ميجر العدوان يوم الكتفوه بساحة الثورة، يشهد على السوالف ميجر العدوان، يشهد على الفعايل ميجر العدوان يوم الكتفوه بساحة الثورة، ويشهد على السوالف بيرقك شعلان وليرات الذهب بالعدد عشرة. يوم الحاربين فالة وبمقوار علمنا عدونا، يوم الحاربين فالة وبمقوار شوفنا عدونا السودة والقشرة، ودار الدور بينا ومرت الأيام، ودافعنا الفخر على القبة والحضرة، وخلينا الألم بالديرة مشية حال، وخلينا الألم بالديرة مشية حال، وخلينا الشهادة منتهى السفرة، وسفرتنا بدت بضجة رطين الماو، واشعلنا بخضرهم نارنا الحمراء، وعلمنا التعدى كلمة للتاريخ، وعلمنا التعدى كلمة للتاريخ. احنا ولاد داح الباب والزهرة، احنا ولاد داح الباب والزهرة. يا الله. السادة الحضور، اللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البدء أطمح أن أقول ما يقوله آخرون في كتاب في 10 جمل. وطن وطن يوميل وتعب شيل على جيده، والصبح مذبوح كل يوم بجريده. وطن يوميل وتعب شيل على جيده، والصبح مذبوح كل يوم بجريده. اش ما درت عيني على رازونة غربت الوطن ياخذني بقصيده. وطن يوميل وتعب شيل على جيده، والصبح مذبوح كل يوم بجريده. اش ما درت عيني على رازونة غربت الوطن ياخذني بقصيده. وين اللي يفزز حروره شوقنا ويمشي ويدمنا، ويا نجم يا نجم يخفى على سامينا ويلمنا. وين اللي يفزز حروره شوقنا ويمشي ويدمنا، ويا نجم يخفى على سامينا ويلمنا. نحضن ولاياتنا والشوق شمعه، ونرسم على الماي هالهولة ومعاضد، وتمسح الغربة ملامحنا ونرد للبي الدمعة. نحضن ولاياتنا والشوق شمعة، نرسم على الماي هالهولة ومعاضد، وتمسح الغربة ملامحنا ونرد للبي الدمعة. ماكو شف ماكو شف يكتب اسامينا على بابه، ولا نشد يمسح تعبنا لو عزيز الروح جابه. ماكو شف ماكو شف يكتب اسامينا على بابه، ولا نشد يمسح تعبنا لو عزيز الروح جابه. نحكي للغيم ويودينا لهنا ويا المطر. الله عليك. نحكي للغيم ويودينا لهنا ويا المطر، ونحضن القمصان ونبوس الصور. نغني نغني على الشباك وتنام الشمس، هلبت نفز ونرد لحظة نمس، ونظفر الفرحة بضحكنا ونشب هالهولة بعرس. نغني على الشباك وتنام الشمس، هلبت نفز ونرد لحظة نمس، ونظفر الفرحة بضحكنا ونشب هالهولة بعرس. نخفى نخفى وحرورة رسايلكم تناغينا ونفز. الله عليك. نخفى نخفى وحرورة رسايلكم تناغينا ونفز، ونضم غناويكم فوانيس وحرز. ونرد نحلم نرد نحلم نرد نحلم، لا يما شلونك ولا شف عزيز، ولا قصيبة تمسح دموعك من جروح الليالي، ولا درب يستهوى جدمك الوحشة بالغربة نزيز. الوحشة بالغربة نزيز. سلامتكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قصيدتي بعنوان حلم نجمة، إهداء. اسمع السه. إهداء إلى إحدى النجوم الغائبة إذ لم تكن سائبة. بعد أن رأت جميع النجوم في انسياب، قررت الغياب وأقسمت على القرآن أن لا يبوح بمكانها. يا أول قمر سهر نجوم الليل، من يوم ابتسم ما نامت النجمة، سهرت وانتهت قصة زليخة وفات، حلم يوسف بعد ما عاينت حلمه. يا أول قمر سهر نجوم الليل، من يوم ابتسم ما نامت النجمة، سهرت وانتهت قصة زليخة وفات، حلم يوسف بعد ما عاينت حلمه. لا شافت شمس تسجد تبوس القاع، ولا شافت كواكب هم هوت لسمه، بس شافت قمر وخيام حول الطوف، والقربة وعطاش عليها ملتمه منها منها، وعرفت العباس عين الماي وعيون النهر متكحلة بجدمة. بس شافت قمر وخيام حول الطوف، والقربة وعطاش عليها ملتمة منها، وعرفت العباس عين الماي وعيون النهر متكحلة بجدمة.
حق هالنجمة، حق هالنجمة من تعجب عجاج الشوف، ومن بين العجاج ارواح من هزمة، وبس بيرغ وبس بيرغ يرف ومجادح الخزرات، ما كنها الألوف هناك ملتمة، لكفها لكفها بشف يمينه وغربه للموجود، الأرض والماي والفرسان من قسمة، لمهم وانتهوا والطاح بس دخان، تربان وتبدى وما كثر زلمة. حق هالنجمة من تعجب عجاج الشوف، ومن بين العجاج ارواح من هزمة، وبس بيرغ يرف ومجادح الخزرات، ما كانها الألوف هناك ملتمة، نكثها بشف يمينه وغربة للموجود، الأرض والماي والفرسان من قسمة، لمهم وانتهوا والطاح بس دخان، تربان وتبدوا ما كثر زلمة، بس ماي النهر بس ماي النهر ما طاح من الخوف وتبخر عطش يوم انهدر دمه، دخيلك يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل، صاحت النجمات من شافا يمينه وشاهدا عزمه، واختار النجم مرسال حمل شوق من عين السماء لجدام ابو اليمه. قرا المرسال قرا المرسال بعد الشوق مولاي، نرجاك ونريد ليستر الظلمة يا مولاي بعد الشوق يا مولاي. قرأ المرسال بعد الشوق يا مولاي، نرجاك ونريد ليستر الظلمة، لن عباس لن عباس من شفناه مرنا الشيب، شيب ابن الظلام الشين ستر جسمه، قلهن أمنا قلهن أمنا، يا من ستر كم ضيف عند اللي يضيف بالجفن سهمه. لن عباس من شفناه مرنا الشيب، شيب ابن الظلام الشي ستر جسمه، قلهن امنا امنا، يا من ستر كان ضيف عند اللي يضيف بالجفن سهمه، يا عباس يا عباس، قالوا ضوت الأفلاك وتصور قمر من نور هالكلمة، من شاف النجم من شاف النجم كل هالستر منثور، وبس عطر وأمان الكافل تشمه، ولأن هذا القمر ولأن هذا القمر منسوب للعباس، كل هاي النجوم يفرع عن يمه. والسلام عليكم ورحمة الله. اللجنة الموقرة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس الأساتذة التنوي مقطع صار بالأخير بدون تغيير أو إضافة، يعني مقطع بالنص صار بالأخير، يعني تقرأ يعني ما نعطي درجة، لا هو ماكو زيادة، نفس القصيدة نفس القصيدة ماكو نفس القصيدة ضفت عليها ما ضفت، نفس القصيدة موجودة. لا تحكي لا تحكي بظهر كان لك تشوى بيوم، ترى تحتاج يوم لظهرك تسنده، مرات اللي يغثك هو بيك يعيش، النهر عاشت بقلبه ويكره السده، وحده مرات اللي يغثك هو بيك يعيش، النهر عاشت بقلبه ويكره السده، وحدة بلا قلق ظل عايش العاقوب، لا خنقة زرع لا من جلي فقده، وعيش بفطرتك عيش بفطرتك عيش بفطرتك، لا تمشوي الناس وادم هاي كل شي تشوفه وتقلده، ومدري يريد وين مسافر الرحال مدري يريد وين مسافر الرحال، ولو يعجبنا طبعه يسافر بوحده ولو يعجبنا طبعه يسافر بوحده، وترى مو كل شطاح نحس بظل مذموم، يظل يفتخر دوم الطايح بحده يظل يفتخر دوم الطايح بحده، وقت خلى الورد خايف من الرجلين وقت خلى الورد وقت خلى الورد خايف من الرجلين، وندى الفجرية على العاقول يتبده،
وما جام البشر شايل طبح تابوت، ما جام البشر شايل طبح تابوت، اتشفن مثل المضيف الضيف ما يرد، وانا حيرة الطايح، انا فشلة الطايح. وما جام البشر شايل طبح تابوت، اتشفن مثل المضيف الضيف ما يرد، انا حيرة الطايح بالحرب مصيوب، انا فشلة الطايح بالحرب مصيوب، اذا عافت ربعه وهو ظل وحده، من ندغث قلبها تشيله يلا الثور، لا تغث قلب شاعر يطلع العدة، دور بي دور بي دور بي غير جروحي ما تلقه، انا وروحي عشنا نكابر الحرقة، شمسو البخور الفطر يلا يعيش، شمسو البخور الفطر يلا يعيش، وليش يموت اذا ما حايط يشبقه، او لا تسحق علي بحشيك، ابقى نهاب طين الحر حرش ما كثر سحقه، المنجل دوما يندم دوما يندم رغم نيت الخير، يلم شمل الزرع لما نجيب هده، المنجل دوما يندم دوما يندم رغم نيت الخير، يلم شمل الزرع لما نجيب هده، يلم يلم شمل الزرع لما نجيب هده، ولا تنغر بروحك لو انعال تصير، النخل بس يعلن بقندوسه بالصعده، لا تنغر بروحك لو انعال تصير، النخل بس يعلن بقندوسه بالصعده، وانا قلت لك قبل لا تطبيه بساع ترى تحتاج يوم لظهرك تسنده. اللجنه الموقره، الاساتذه، زملائي الطلبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القصيدة عن قصة لأم أو امرأة عراقية بالأحرى، زوجها استشهد وأجبرها الحكام اللا عراقيون أن تهاجر في حركة الهجرة اللي حثت قبل كم سنة، لكن شاء القدر أنه في أحد البحار أنه يغرق القارب اللي هم بيه، كان ابنها وياها، فابنها كان محتضنها ومخلي ايدي على رقبتها وبقوا بالماء، فالسولف الام تقول ضامت لك كم نفس من العراق، ضامت لك كم نفس من العراق، بيهن تنفس وشم ريحة قصب، ام عراقية ودمعت تبتش جيل، وبصليب الغربة كم حلم صلب، بالبحر نزلت دمع تملوحة زاد بدم ريحة هور وشوال حطب. ضمت لي كم نفس من العراق، بيهن تنفس وشم ريحة قصب، أم عراقية ودمعت تبتش جيل، وبصليب الغربة كم حلم صلب، بالبحر نزلت دمعت ملوحة زاد بدم ريحة هور وسوالف رطب، ابني حاضني وصعد لمتونة ماي، ابني حاضني وصعد لمتونا ماي، ضاقة انفاسه وعلي بالشبقة ضب، ابني حاضني وصعد لمتونا ماي، ضاقة انفاسه وعلي بالشبقة ضب، قال لي متنا؟ قلت له لا يمه، شجاك يمه لا تنسى اكو بهالدنيا رب، يعرف المثل يفك ريجه بدعاء، ويعرف ترقص متون على الطرب. قلمتنا قلت له لا يمه، شجاك يمه لا تنسى اكو بهالدنيا رب، يعرف المثل يفك ريجه بدعاء، ويعرف ترقص متون على الطرب، ويعرف
ويعرف الماكول ويعرف الماكل الوادم بالحرام ويعرف الماكول قصته من الترب يعرف الماكل الوادم بالحرام ويعرف الماكول قصته من الترب هنا سكتنا هنا سكتنا وينسمع صوت الزفير هنا سكتنا وينسمع صوت الشهيق هنا سكتنا وينسمع صوت السكوت هنا سكتنا وسولف الغيم برعيد هنا سكتنا هنا سكتنا وسولف الغيم برعيد ومطرت ودمع السمع لم تون صب هنا سكتنا وسولف الغيم برعيد ومطرت ودمع السمع لم تون صب زاد ماي البحر وازدادية خوف موتي الشلبة نحس على الرقب زاد ماي البحر وازدادية خوف موتي الشلبة نحس على الرقب حيهم وانفطر قلب العراق تفطر التنور صيحات الحطب صحت حيهم وانفطر قلب العراق تفطر التنور صيحات الحطب اختنق ابني وقمت احس الماي نار اختنق ابني وقمت احس الماي دار حيل ضميته واحس صدر انخسف ردت اغطي بالقصيبه واستحيت اعز منه وليدي عندنا الشرف اختنق ابني وقمت احس الماي نار حيل ضميته واحس صدر انخسف رجف بس رجفه برد مو مال خوف رجف بس رجفة برد مو مال خوف احنا ما عدنا اللي من خوف رجف ردت اغطي بالقصيبة واستحيت اعز منه وليدي عندنا الشرف قلت لموت الموت عز عد الشريف لجل عين سكينة كم اكبر نزف قلت لموت الموت عز عد الشريف لجل عين سكينة كم اكبر نزف موت يمه وما يظل قبرك غريب يا ابن وعدك راح اردك للنجف مرخصة ما ادري تعجز الكلمات الله يسلمك شهاده استاذ الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أمي وإلى كل الأمهات العراقية توازيت على ظلمة وما وقف لنهار توازيت على ظلمة وما وقف لنهار يا لالة بعظم هندسي تحط كسرة على بابك نذر ومراد من طشيت وروحي وشلت ديك وقضت المعسرة من نصفن أحس النقد شي بالراس شي بالهد كثير وما نجت شعره قبل لا أنوي يما لقاك بسم الله وقبل ما شيل حملة لقاك متحضرة قبل لا أنوي يما لقاك بسم الله وقبل ما شيل حملة لقاك متحضرة يلكنك أم عيسى بكثر ما تدعين الله يلكنك أم عيسى بكثر ما تدعين بيك رويحة الله وعفته وسترة حوبتي الحجة وعلى الفطرة والشورين ولا بيت الله أنتي ولا أنتي الحضرة بس علمك علم والباقي بس تصفيط يا نون وقلم يا قاع يا شجرة يا برقع يا حنة بكف المعرسات يا هالهولة فرح صبخات
بس علمك علم والباجي بس تصفيط يا نون وقلم يا قاع يا شجرة يا برقع يا حنة بشف المعرسات يا الهولة فرح صبخات بالمطرة ما دربي يا شبيع الروح يا برقع يا حنة بشف المعرسات يا الهولة فرح صبخات بالمطرة يلتقضين يوم شغل واستغفار يلتقضين يوم شغل واستغفار يلسولة ادية سبيحة الزهرة يا الكلك عطى وما نشف يمك ريج يا برحية وتفض وما كلت تمرة طبع ملقع لطولج طبع ملقع لطولج ما شكيت الحال ودوتك يا معذب ودوتك يا معذب عذب بطبرة يا الحرثة تجدامج خذت منها الحور حرمل بخرن الفردوس والسدرة هدى البجناح صوب وقلقلتنا الريح ودعواتك علن وتعدت العثرة يا البطرقات وجهك لون لون بس مخموش الله علي من يوم طحت بضيج فد مرة يا طير الأجيبة يما يا طير الأجيبة الصبح ما ألقاه تحبين الطيور تشبهك حرة وتطيرين القفص ويغثك المنظال خنقة وبي حبس ميلوق يا مدرة الك والطيب شفك الك الك والطيب شفك غنى كلتا النور ونثى الروح قرص من طيب مختمرة ومنو المور وحبيك الليل لا كذاب بزغ من لون شيبك كل ضوى القمرة يلشنك أمس والقبل والبعدين يطر حزن زمانك طرت السمرة يبس نخل السماوة وبغن بس كربات يبس نخل السماوة وبغن بس كربات ويتنطر خيالك ليمتى يطرة هدردم هدردم واصطبي من اسمع لشان فويش ويفز كل نهر بيا ويطق كل مجرى جربت البعد وعيونك الحلوات ثوب النمل ما قد علي من كبرى نسوان السلف شيختهن انت القاج يا ناموس المحنة وخيمة الفقرة يا أعنف ورق ما خلق رب الكون يا وردة أبوي وهيبتي وفخرة يا أعنف ورق ما خلق رب الكون يا وردة أبوي وهيبته وفقرة يا أول فقيرة وكل شيء ما تحتاج بوجه الله الصبح والمساء بوجه الله سلامتك ورحمة الله وبركاته اللجنة الموقرة أساتذتي أشعراء أساتذتي في كلية الكفيل الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا قبل البدء كل الحب والتبريك إلى العراق خصوصا بمناسبة انتصار أو اليوم انتصار الحشد الشعبي على داعش الإرهاب فكل التبريك للعراق القصيدة على هذا الموضوع وقصتها أنه واقعية عندما ترسل الورد ليتلطخ بالدم هو حديث الأب ووصيته وحسرته على ولده سيتناوله في القصيدة عندما يقول له اتعنالها يا ولدي بس عنوة مال سباع اتعنالها اتعنالها يا ولدي بس عنوة مال سباع وضحيلها بالنفس تستاهل من القاع اتعنالها اتعنالها يا ولدي يا ولدي بس عنوة مال سباع وضحيلها بالنفس تستاهل من القاع والقاع مثل الشرف ما تنشر وتنباع الله الله اسلمك القاع مثل الشرف ما تنشر وتنباع خضر سوالف عشق وزق الورد غيرتك وطيح بسلفهم غصن من ديرة النعناع ابحر بمركب نصر وازرع حدودك وطن وارفع علم غيرتك فوق السفينة شراع اسقط شايل ارواحتك يا ابو الوفا عفة صحبانك ومن رحت راحت ولا ظن ترد مشيتكم الترفة الله يسلمك اسقط شايل ارواحتك يا ابو الوفا عفة
صحبانك ومن رحت راحت ولا ظن ترد مشيتهم مشيتكم الترفع ومنطقتك ومن رحت شوفتها وحشة بقت يا الفرقتك كلفة يا وليدي يا ابو الهلا روحتك مو للقبر لا كول للزفة معشوق معشوق مني الهوى والورد منه غار يا سوالفك مدرسة وبشعبة الشطار الله يسلمك معشوق 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 مني الهوى والورد منه غار يا سوالفك مدرسة وبشعبة الشطار شايل صلابة جبل لكن ينقض طرف منغر على تلته ولا قال شوم احجار منغر على تلته ولا قال شوم احجار يا ابني وش اسولف بعد بالوصف كلش سهل اتحير الما يحتار الله يسلمك امك يا ابني يا ابني وش اسولف بعد بالوصف كلش سهل تحير الما يحتار بس ذكرياتك صفت كل يوم تندبني ومحبوبتك يا بطل ظلت تعاتبني وامك امك دعاء الصبح مختصرته يا ولدي تحول لوين ابني الله يسلمك بس ذكرياتك صفت كل يوم تندبني ومحبوبتك يا بطل ظلت تعاتبني وامك دعاء الصبح مختصرته يا ولدي تحول لوين ابني وبعدك قطار الكبر بعدك قطار الكبر شغل وركبني ليش العراق يظل بس بالحزن ينعرف ليش ليش العراق يظل بس بالحزن ينعرف وليش الرصاصة تجي وتختار بس الترف الله يسلمكم ليش ليش العراق يظل بس بالحزن ينعرف تساؤلات وليش الرصاصة تجي وتختار بس الترف يا وليدي وانت انت اختيارك كلف لان انت واحد كلف يا معزب انت اختيارك كلف لان انت واحد كلف يا معزب بكل شي لك يلبس شداي تصلف فكرت الفك سند الفك سند بس هسه عقبك صفت بس بالجقاير الف الله يسلمكم فكرت الفك سند بس هسه عقبك صفت بس بالجقاير الف ودنياي ظلمة تظل بعدك جزاها الصبح والروح ويا الحزن متزاعلة ولا صلح وحرورتي حرورتي بالقلب قامت بصدر تفح يا ابو الملاقة الحلو انزل القبرك لين بالقاع شحة ملح الحفل الكريم الأساتذة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات اللجنة التحكيم الأساتذة الشعراء أخواني الطلبة سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ما أحب الورد أشتم حرب دوم إذا ماكو حرب أرسب شواجير أنا مصاحب الذيب وراهم ويا واغزي بالحرب حتى النواطير أنا أركب الغيرة بساعة الضيج وأنا بصدر الدواعش دق بسامير لا تقطع شجر لا تقطع شجر ما يبكي فلاح تبكي وداعتك بس العصافير تفتر سنيني لجلك تشرب افراح تفتر سنيني لجلك تشرب افراح عمر تفتر الك فر النواعير بعد بضلوع اخوتي حكمك الفات بعد بضلوع اخوتي حكمك الفات نيشان بعد بضلوع اخوتي حكمك الفات نيشان النتر ويا السواطير
الخشب يوقف صنم ضد اليعادي أبد ما خاف تهديد المناشير. الخشب يوقف صنم ضد اليعادي أبد ما خاف تهديد المناشير. ذكرى ببالي ظلت عوز السنين، أجمل ذكرى ظلت بالتصاوير. أكتب بالشطر يصرخ لي الله، أكتب بالشطر يصرخ لي الله، الشطر قاعد أحسه ويا الجماهير. أكتب بالشطر يصرخ لي الله، الشطر قاعد أحسه ويا الجماهير. احكي لي على واحد عاشق بليس يعزف عجثث صدق مزامير. نعرف حقدكم آل سفيان، نعرف حقدكم آل سفيان، حياية تعشق دروب الزواغير، حياية تعشق دروب الزواغير. السلام عليكم. إلى من يستحق الذكر الذي غاب عن أفكارنا وخيالنا وقصائدنا ولكن حضر في قلوبنا، إنه النبي أحمد. يا سيدي يا رسول الله، كم أعشقك بي ذنوبا وكم أغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادقني ضواريها، لكن حبك يجري في دمي، وأنا من غيرها موجة ضاعت شواطيها. يا سيدي يا رسول الله، اشفع لي، إني اشتريتك في الدنيا وما فيها. عشقناك ولقينا سوالفك جنة، ويم عرسان ننتانيك نلقاك بخلق حنة. تعافينا وإلك مشكور ما قلنا، ويا حكي الله نقول لك بعد دللنا. يا كل شنا صرت بس احنا غلطانين، كشخنا بهيبة المشحوف من صار الحكي على بطين. نجفنا هاك وخذ رسمة فتحة تلقى بي صورة، لعن دسمك يا ابو الحسنين ارض النجف منصوره. الساده الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. طبعا انا اخجل ان اقرا امام الاساتذه وامام زملائي الشعراء قصيده بسيطه الى سيدي ومولاي امير البلغاء امير المؤمنين عليه السلام. اعتقلوني بجرم مجهول مو مشهود، ويقولون الجريمه تطول شويه، وذبوني بسجن واشتغلوا التحقيق تحقيق وجنائي ومدعى علي. جبناك بجرم حب وعشق وجنون، ونريد الجواب اش تعشق بنيه. قلت لهم لعشق معرف ومعروف، وهنيال اللي يحب يجيب طاريه، ويشهد لمحمد والوحي المرسول وحديث وعلم لو ردت ماضيه. قالوا لي انشدهنا بحبك المجنون، وبهذا التوصفه وللوصف نيه، ونريد التحبه واكتب العنوان وبورقه وقلم ورموز معنيه. قلت لهم اكتبه بشكل مو محدود، عمود المساحه وافق قطريه، وبماي الذهب اكتب عليه اشعار، لان هو الذهب والماي جزئيه. وزوج بنت النبي المختار حامل جار، للعالم امام ومنا ذريه، وابو الحسنين ابو العباس راعي الجود، المات من العطش ما ضاق لميه، ذاك بالقلب ساكن يظل الموت علي الكرار امام الامه الشيعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابتسامه ماي من تضحك ترى والروح ام الكفها كف ميزان، كف ابيض يشد عزمي اذا ينشال، وبلا عنوان الدعاء من القلب يطلع بلا عنوان. ابتسامة ماي من تضحك ترى والروح ام الكفها كف ميزان، كف ابيض يشد عزمي اذا ينشال، وبلا عنوان الدعاء من القلب يطلع بلا عنوان. ام المارضة بالشينة حتى بطيف، ام المارضة بالشينة حتى بطيف، تندهني وتقل اقعد اترك هالفعل غلطان. ام تعشق الفقرة ومشيتها على الفطرة، وعلى الفطرة تحب الناس كلها وتعمل الإحسان. أم تعشق الفقرة ومشيتها على الفقرة، وعلى الفطرة وعلى الفطرة تحب الناس كلها وتعمل الإحسان. أم المدرسة الأولى اللي علمتني الصدق والحق، وعلمتني الشرف والدين، وعلمتني أكون إنسان، وقالت لي اللي يحب ما يخون،
وقالت لي الصديق ذراع وقالت لي التفاؤل حل واللي يصبر عمر ربحان. أمي تشتل الضحك على شفافشة الفلاح وتعرفني إذا مخثوث لو مرتاح. أمي تشتل الضحك على شفافشة الفلاح وتعرفني إذا مخثوث لو مرتاح وذا مخثوث تنقل واهس الدنيا وفرح عرسان يمه والحزن ينزاح. وذا مخثوث إذا مخثوث تنقل واهس الدنيا وفرح عرسان يمه والحزن ينساح. هاي أمي هاي أمي تحب الزهرة شي زهرة. هاي أمي هاي أمي تحب الزهرة شي زهرة بتفلاح تعشق كل حش البستان. وهاي أمي وهاي أمي تسوي الزين للموزين عاد تقول أنا تبحش القرآن. وهاي أمي تسوي الزين للموزين عاد تقول أنا أتبح حج القرآن. وأخيرا وأخيرا أرد أوصفك يمه. شو وصف فيك؟ شو وصفك يا بحر؟ ما يرها ما عنوان. شو وصفك يا بحر؟ ما يرها. مع مسك ختام المسابقة الشعرية مع صاحب الصوت العذب الرادود مصطفى سماري فليتفضل مشكورا. اللجنة الموقرة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شئتم أن نبتدئ صلوا على محمد وآل محمد. السيدة زينب تخاطب العباس. يا أبو فاضل احترقتي الخيمة وعباتي. يا أبو فاضل حيرة أنا وخواتي. يا أبو فاضل يا الأخو ضاعت حياتي. يا أبو فاضل ودت أعطيني الراية. يا أبو فاضل أرد أسويها عباية. يا أبو فاضل احنا مو نمشي سبايا. اجالها الجواب من الامام العباس سامحيني عن نهار لو طاحت يسار ويميني. سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني. صلى على محمد وآل محمد. من عبيتك من عزلمك من عبيتك وقلبه على ابو اليمه. من عبيتك عباية صغيرة نقصت من عبيتك يا زينب وين ودحتي رقية. يا زينب وين ودحتي رقية. والسلام عليكم ورحمة الله. لأن المنصة مو بس المتسابقين صح لو خطر هم لازم الشعراء لهم حق علينا الاساتذه. فاحنا ننتظر من الاستاذ حسين الخالدي ندق حاكم. طبعا انا لاخوني حتى يكملون الاخوه الاعزاء الدرجات إن شاء الله ما نكون فاصل للأخوة الأعزاء. وبما أنه إحنا في هذه الجامعة للكفيل وهذا المسمى العظيم أقرأ شيء للعباس عليه السلام بين ما يكملون الأخوة الأعزاء. والأمانة يومهم أنا طيب درجات بعدهم وبعد إن شاء الله التوفيق للأخوة الأعزاء. خلق مرايا شايل شايف اشتاق شاماقرا. خلق مرايا شايل شايف اشكال
شفت وجوه كثر أشكال وجناس، خلق مرايا شايل شايف أشكال، شفت وجوه كثر أشكال وجناس، شفت ناس إش كثر ما عدهم وجوه، وشفت وجوه قلة شايل الناس، شفت ناس إش كثر ما عدهم وجوه، وشفت وجوه قلة شايل الناس، وشفت قادة إش كثر، شفت قادة إش كثر بس ما يحسون، وعبد الله طفل بس يملك إحساس، بعين الفاس تصغر كل الأشياء، لأن طبع الهدم ويحطم أقداس، وأنا شايف سقف بنيانه تسليح يضم روحه بقصب من يسمع الفاس، وشفت خيمة مرة، شفت خيمة مرة ما رجفت بنوب، حرقوها نعم بس ثبتت ساس، وشفت راس على جثة وعاجز يعيش، وشفته بدون جثة وعايش الراس، شفت خيمة مرة ما رجفت بنوب، حرقوها نعم بس ثبتت ساس، وشفت راس على جثة وعاجز يعيش، وشفته بدون جثة وعايش الراس، وشفت جيش بشريعة وفكر يعيش، وحسبها بعقله مرة خماس، بس داس سيف وماي صار بين موتين، وساعات الصفر مقطوع الأنفاس، فكر ينسحب بس يغرق بماي، لكن لو رجع قدام عباس، وما قولن ما قولن عطش خاف اجرح العباس، ما قولن عطش خاف اجرح العباس، لان يملك مشاعر صافي ملمسها، اخذ طفله سمعها صيح اريد الماي، شلع وجه الشريعه من سمع حسن، سمع سكنة طالب والعطش فتاك، مشى لصوب الشريعة وألف يحرسها، نادى بصوبهم هل من مبارس صاح، وعلي سك الزلم والخيل يخلصها، صاحب صوب ثاني انقسموا بنصين، قسم بلعت لسنها وقسم خورسها، مدري شلون بطف شافوا العباس حوم وبالسمة والصيدة يفرسها، اكو من الخيل نزلت بس جسد مو روح، مثل يوم القيامة الناس حسسها، اكو نزعت هدمها وهربت من الجيش، واكو نزعت جلدها وملابسها، اكو منهم دخيل بستر زينب صاح يعف عنا واخيت اليوم نومسها، وجو الحسين احنا نقايضك يا حسين، خطتنا بسيطة بحكمة مارسها، اخذ كل الفرات ورجع العباس، ناس تورطت شيطان وسوسها، ورجع عباس، رجع عباس تارس جربته مو ماي، ماي وجوههم بالجربة تارسها. خلصتوا بعد خير ان شاء الله. ابيت اللعب يا عباس يا زيدي قل ابو فاضل وهو كان بس الراس مو عباس بالكامل الحق سولف على لسان لان ما قاعد يجامل احتاروا بالعباس احتاروا كالا كامل شي يسوون الله الله اذا ما صير قصتك خادم طبعا فاصل انا اسوي مرخصتكم بمصطفى على ما تكملون خدمتكم مقطع للحشد طبعا مقاتل والحمد لله وشكر انا اكون ضمن صفوف الحشد الشعبي فاجى احد الاخوه الاعزاء مو كلش اعزاء الساسه من الساسه فقال ابو علي يعني اتمناك تكون وياي قلت له وين أكون وياك؟ قال بمنصب أعطيك المنصب مميز جدا وأترك قضية الحشد وساعة الساعة تستشهد ومن هذا الكلام قلت له وين يعني أكون وياك؟ قال مكانك خلفي مباشرة
أكدت السؤال عليه، قلت له يعني أترك الحشد وأكون وراك؟ قال خلف الرجل الثاني بعدي مباشرة. فكانت هذه المقطوعة البسيطة. قلت له إذا ما صير قصة ما أصير أنديل. الله إذا ما صير قصة ما أصير أنديل. سهلة حكايتي بس أعرف شبيها. اللي يقعد بالمضيف يسولف بميزان، وإذا لسانه قصير الغيرة يطيها. اللي يقيم التفق بالأبرة يجرب. تعال اقرب مكاني. اللي يقيم التفق بالابره يلقى الروح، وترى التفقه حديده بغير سرقيها. ما امشي بدرب صدقني ما مسحوق، ما امشي بدرب صدقني ما مسحوق. من نمشي بقناعه جدام وصيها. الرصاصه الحاره، الرصاصه الحاره مثل استكان الشاي، اذا تبرد ابد ما استلذ بيها. طبعا نشكر اللجنه التحضيريه على هذه المسابقه الشعريه الجميله، ونشكر الساده اعضاء لجنه التحكيم وكل المتسابقين والحضور. الان يتفضل الاستاذ الشاعر ستار الدليمي بتقديم شهادات المشاركه للمتسابقين. المتسابق الاول حيدر سعيد. الشاعر أرسلان سامي. الشاعر حسين حاتم. الشاعر علي محمد سماري. شكرا للأستاذ ستار الدليمي. والآن يتفضل الأستاذ الشاعر جواد الخطيب بتوزيع بقية الشهادات. الشاعر برغام ياسين. الشاعر محمد سجاد. الشاعر محمود جميل. الشاعر أحمد عمار. شكرا للأستاذ الشاعر جواد الخطيب. الآن يتفضل الأستاذ حسين الخالدي بتوزيع بقية الجوائز. الشاعر أمير رسول. الشاعر أكرم نسيم. الشاعر أمير حسين. الرادود مصطفى سماري. باسم الأخوة الأعزاء أستاذ ستار وأستاذ جواد، نتقدم بالشكر الجزيل إلى
هذه الفعالية الأكثر من رائعة والجرأة بحد ذاتها جامعة قيم مهرجان للشعر الشعبي. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الدكتور والدكتور العزيز على هذا المهرجان وهذه المسابقة. وللأمانة يشهد الله شهادة، يمكن صارنا بهذا المجال سنين ما وجدنا جامعة تقيم هكذا مسابقة جدا جميلة وذات أهداف أجمل وأروع. فشكرا جزيلا لهذه المسابقة، شكرا جزيلا لهذا الدعم الأبوي الثقافي من إدارة الجامعة، شكرا جزيلا للإرشاد الموجود بهذه الجامعة، وهذا يدل على إرشاد ووعي صحيح لجامعة نيرة إن شاء الله تتنافس على المستويات العالمية. فشكرا جزيلا لجميع الإخوة العاملين على هذه المسابقة، وإن شاء الله للأمانة كونك إعلامي ومقدم برامج في أكثر من 3 قنوات سوف أنقل هذه المعلومة بأمانة أدبية وشعرية بأن هذه الجامعة أقامت هكذا مسابقة، ونتمنى الموفقية لجميع الإخوة الأعزاء. الله يبارك بكم. علي محمد سماري، المرتبة الثالثة. لا انتم كلكم اول، لا كلكم اول، المتسابقين كلهم اول. هسه برايكم من الاول من الثاني؟ الفائز بالمرتبة الثانية محمود جميل. الأول من الأول؟ بعدني ما أعرف. هسه الأول منو؟ الفائز بالمرتبة الأولى الشاعر برهام ياسين. طبعا بالتوفيق للفائزين، ونستميح الدكتور عذرا للبقاء على المنصة لتكريم الأساتذة الضيوف وأعضاء لجنة التحكيم. رخصتكم دقيقة واحدة. طبعا الجائزة أنه أخذ المركز الأول هذا ما يعني أنه أنا أفضل واحد موجود، الكل شعراء، الكل أنه من تقرأ أمام لجنة مثل الأساتذة هو فوز بحد ذاته. أتمنى كل أخوتي اللي قرأوا أنه هاي ما تكون نهاية، بالعكس هاي بداية حلوة وإن شاء الله من إبداع إلى إبداع. ودموع أستاذ ستار الدليمي أكبر من كل جائزة، وشكرا. الدكتور حسام علي العبيدي بتكريم الأساتذة الضيوف وإعضاء لجنة التحكيم. أولا الشاعر الأستاذ ستار الدليمي. الشاعر الكبير حسين خالد. أكبر التصفيقكم أكبر. الشاعر الأستاذ حسين الخالدي. الشاعر الأستاذ جواد الخطيب. طبعا المسابقة جميل جدا، وأنا ما قلت عنها مسابقة بقدر ما قلت هو اختيار الأجمل من هذا الكم الهائل من الجمال. اختيار الوقت بالنسبة للمسابقة اختيار وقت أمثل، وهو يصادف بمناسبة انتصارات الجيش العراقي على الدواعش،
وأيضا القصائد اللي وردتنا قصائد جميلة جدا وتبشر بخير وتبشر بإمكانيات شعرية وأدبية رائعة جدا. شكرا لكلية الكفيل اللي تبنت هذه القضية، ومثل ما معروف أنه البلدان دائما تفتخر بأوجهها الأدبية، والشعر الشعبي العراقي وجه من أوجه الأدب العراقي الملتزم. الحمد لله أنه الشعراء اللي شاركوا بالمسابقة راعوا أشياء جميلة، وهذا هو الفوز الأمثل، أنه راعوا حرمة المدينة وقدسيتها وحرمة الجامعة. اللي شاركوا حقيقة وضعونا أمام اختبار صعب، لأن القصائد جدا جميلة، واختارينا الأجمل فالجميل فالجميل. شكرا للجنة المنظمة لهذا المهرجان، وإن شاء الله نعود وفي مناسبات أخرى، مناسبات مفرحة، مناسبات الانتصار إن شاء الله. شكرا لكم. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين بزهراء محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم نحن في هذه الجامعة المباركة، جامعة الكفيل، وهذه الخطوة الأكثر من رائعة هي إقامة مسابقة شعرية لجميع الأخوة الطلاب الذين يتواجدون في هذه الكلية المباركة وهذه الجامعة المباركة. داعم الله الموفقية، كانت مسابقة جدا جميلة، خطوة جدا رائعة من الجامعة وإدارة الجامعة والأخوة في الإرشاد وجميع الكوادر التدريسية الموجودة في هذه الجامعة، وكانت هنالك حفاوة جدا رائعة، والمنهاج ككل والمسابقة تحمل معاني سامية وأهداف، أولا للتعلم، ثانيا هي رسالة إلى جميع الأخوة الأعزاء بأنه جامعة الكفيل وهذه الجامعة المباركة لا ينطوي عليها الطابع المنغلق، بالعكس كان هنالك انفتاح لجميع القصائد الموجودة، لجميع المشاركات الشعرية الموجودة. وأنا حقيقة أهنئ إدارة هذه المسابقة وهذه الجامعة المباركة بهكذا خطوة جميلة وجريئة وجبارة. داعم الله الموفقية لجميع العاملين في هذه الجامعة وهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم شرفنا بأن نكون من ضمن اللجنة بمسابقة جامعة الكفيل. حقيقة انبهرنا بهذه الجامعة والترتيب ولجنة التنظيم ما شاء الله، والطرح اللي كان على قدر المسؤولية، والتنظيم كذلك، القصائد المشاركة والشعراء حقيقة تبشر بخير، ونقول احنا النجف معطاء، وهذه المدينة اللي صدرت شعراء، هنالك كذلك هذه الجامعة بها من الشعراء المميزين، بها من الشعراء اللي باكر راح نشوفهم ان شاء الله على منصة الشعر العراقي ان شاء الله، ونتمنى للجميع التوفيق. واخر شيء نشكر إدارة الجامعة والإعلاميين اللي ما قصروا ويانا، جزاكم الله ألف خير.